سلام البنات. سلام البنات، كديري انتم؟ منا تكونوا كاملين بخير. اليوم جيت لكم فيديو جديد، عارفه راسي تعطلت عليكم بزاف، ما نطولش عليكم. فيديو ديال اليوم هو غاتو بالفراوله، اخر ما كاين في لي غاتو ديال 2018. نخليكم مع مقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو زلافه ديال الفورس او الفرينه، يعني حوالي كاسين ديال الفورس، حيت غندير المقادير مدوبله، كاسين ديال السنيده، كاس ونص ديال الزيت، وجوج دانونه ديال الفاني، ستة البيضات، وجوج فانيات، وجوج خمارات. غادي ناخد اناء، غادي ندير فيه البيض، ندير فيه السنيده وجوج فانيات، ونطرب الكل جيدا حتى يضاعف ليا الخليط. كيف كتشوفوا ان من بعد ما ضاعف ليا الخليط، غادي نزيد الزيت ونزيد ياغورت ونخلط مزيان، غير بشويه نخلط بالطراب اليدوي، غير بشويه بحال هكا باش ما يتفش لينا داك الهواء اللي طربناه، ونزيدو الخمارات، ونزيدو الفرز دقه دقه حتى يجانس لينا الخليط. نسيت ما قلتش لكم، انا هنا ضفت النكهه ديال الحامض، يمكن لكم تضيفوا اي نكهه كتفضلوا. غادي ندخلوا الكيك للفرن لمده 20 دقيقه. من بعد ما خرج الكيكه من الفرن، غادي نقطعها من النص، يعني غادي نقطعها من الوسط، ونحاول انني نعبر بالمسطره باش تجيني مقاده. غادي ناخذ هنا ورقه ونرسم فيها حرف اي ونقطعه. اللي ما تعرفش انها ترسمو يعني مقاد، تمشي السيبر او المكتبه وتقول لهم خرجوا لها حرف اي. كيف كتشوفوا انا دابا كنت راسي فوق الكيكه، من بعد غادي نقطعها. كيف كتشوفوا انا قطعتها، دابا غادي ناخذ 10 درهم ديال كريم فريش طربتو، غادي نضيف عليه كريم باتيسير. كلشي كيعرفوا كيفاش كيتصايب، ما نزيدوش بزاف، نزيدو كميه قليله جدا. هنا حضرت السيرو ديال الفراوله، يمكن لكم تسقيو الجينواز ديالكم باي سيرو كتفضلوا. غادي تسقيو الجينواز ديالنا مزيان، من بعد ناخذوا لابوش ديالنا اللي درنا فيها الكريم فريش وضفنا عليه كريم باتيسير، ونبداو نعمرو في الكيك ديالنا. كيف كتشوفوا انا غادي نبدا دابا نضيف نقط صغيره، ما تكونش صغيره بزاف، يعني متوسطه. نحاولوا اننا ما نكتروش كريم باتيسير على كريم فريش باش ما تجيناش جاري وتجينا شاده في راسها. غادي نبقاو على هذه الطريقه حتى نكملوا العمليه ديالنا او الطريقه التحضير. غادي ناخد جوج فريزات نخليهم كاملين، وغادي نديرهم في الجوانب بالورد ديالهم داك الخضر، وناخد عاوتاني الفريز مقطعاه مزيان، ونديرو هكا من الفوق على الكاطو كامل نزوق به. وغادي ناخد فريز عاوتاني غادي نكون مقطعاه من النصف ونديرو في الجوانب، وكاين عاوتاني فريز اخر مقطعاه رقيق شويه، وغادي نبقاو نزوقو بهذه الطريقه حتى نكملو. باش غادي نهرسو هاد اللون الاحمر شويه، غادي نحتاج واحد البواطه ديال الشوكولا، راه كيتباع عند العطار. غادي ندردرو بحال هكا غير شويه باش نهرس هاد اللون. وهذا كان الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون نال اعجابكم، نتمنى نكون جيت خفيفة على قلبكم. ما تنسوش تابوناو فلاشين وديروا لايك الفيديو، تخليوا لي ارائكم في التعليقات اسفل الفيديو. ما نطولش عليكم، في فيديو تاني ان شاء الله. جئت انا نورا مبينا، تغرس الايمان فينا، احرص الناس.